مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة لشوطنا الثاني عشر في مجموعة الاشواط والشوط الثاني عشر الخاص اذا بالاذاعة القعدان المهجنات الاصايل لابناء القبائل في هذا الانطلاق الجميل. تبقى لدينا شوطين ايضا للبكار في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثارة. نتابع معكم مسيرة الانطلاق مسيرة التحدي والاثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع هنا المقدمة وشاهين عبد الله بن يمعة بن خميس لغويص من ياتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. شاهين في المركز الثاني، عبد الله بن سلطان بن غليطة لغفلي من ياتي على المركز الثاني، والحاسم في المركز الثالث محمد بن سالم برقراقي المزروعي، وفي المركز الرابع نقد الضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم من ياتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس يتواجد ما يهاب راشد بن مطلق البقمي من ياتينا على المركز هذه اللحظات الخامس، وفي المركز السادس ياتي شاهين العبد الله بن يمعة بن خميس لغويص على المركز السادس، وفي المركز السابع شاهين مطر بن علي ابن واس لقتبي، وفي المركز الثامن شاهين محمد بن سعيد بن سليم لقتبي من ياتي بهذه الانطلاقه الثامنه، وفي المركز التاسع على الصداره على المقدمه على المركز الاول سلام جميره سلام، تهانينا الضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم على هذا الفوز. المركز الثاني سيد راهب بن حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي براق، المركز الثالث لسيد محمد بن سالم بن راهد بن غراق، المركز الرابع سيد راهد بن عامر بن دعفوت، المركز الخامس للسيد ايضا راشد بن مطلق البقمي، وهناك وصول ايضا دخول جماعي قوي على البقيه. وهنا نعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا التحدي ووصول نجد لسيد ضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم، تهانينا والناموس 8 دقائق ثانيه واحدة بالوفاء والتمام والكمال هو توقيته الزمني، تهانينا له والناموس. المركز الثاني قدم عرض يشكر عليه برا